السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هيكون الفيديو عن مباراة السيتي وبرايتون اللي انتهت بنتيجة 3-1 لفريق السيتي. النهارده هنتكلم عن اللقطات المميزة، وطبعا الماتش كان مليان لقطات مميزة من رياض محرز ومن كانسيلو، وهالاند طبعا احرز هدفين، ودي بروين سدد صاروخ من بعيد احرزها في الشباك، وهدف برايتون برضو كان هدف كويس جدا. اول لقطة زي ما انتم شايفين ابن الجزائر رياض محرز لبس كوبري، يعني كوبري على الرايق بقى كده اللاعب برايتون، والجماهير طبعا اتفاعلت مع الكوبري وكلهم هيصوا على الكوبري اللي اتعمل ده. وتاني لقطة زي ما انتم شايفين كانسيلو بقى برضو عمل كوبري. هي في الماتش كان كانسيلو هو اللي لبس كوبري الاول، ورياض محرز هو اللي لبس تاني كوبري في الماتش، فكانسيلو زي ما انتم شايفين لبس كوبري برجليه اليمين كده عداه من تحت لاعب برايتون. هدف هالاند بقى اللقطة بقى الجميلة جدا، ايدرسون الاسيست اللي عمله اسيست عالمي لهالاند. طبعا ايدرسون طول الماتش زي ما انتم كنتوا شايفين كان بيمسك الكورة، يعني بياخد وقت قوي، يعني مفيش لاعيبة من برايتون بيضغطوا عليه، فهو لعب الكورة لهالاند كورة طويلة، قدر ان هالاند ياخد الكورة وعدى من الحارس وزق المدافع خلاه ينزل يسف النجيلة، وقدر ان هالاند يحطها في الجون بسهولة. وتاني جون لهالاند كان عن طريق ضربة جزاء، برناردو سيلفا خد ضربة جزاء بعد ما الحكم اتأكد من الفار، وهالاند طبعا شطها بقوة رهيبة، الحارس سانشيز ما قدرش انه يطير على الكورة، ما لحقش، يعني هالاند رجع بس اول ما ثبت الكورة رجع بس هي جزء من الثانية واتحرك رزع الكورة على شمال حارس المرمى. وهدف برايتون زي ما انتم شايفين اللاعب تروسارد اللاعب البلجيكي سدد كورة قوية جدا على يمين الحارس ايدرسون. والهدف الثالث لمانشستر سيتي كان جون حكاية طبعا من دي بروين. طبعا دي بروين مزاجه رايق جدا في طبعا انتوا عارفينه في الاسيستات وفي الاهداف بيحط الكرة راكنة بقوة. بعد ما اتكلمنا عن كل اللقطات المميزة اللي كانت في ماتش مانشستر سيتي وبرايتون، دلوقتي هنتكلم عن ترتيب مانشستر سيتي بعد فوزهم على فريق برايتون. طبعا فريق مانشستر سيتي دلوقتي المركز الثاني ب 26 نقطة بعد ما لعبوا 11 ماتش. اما ترتيب هالاند في الهدافين طبعا هو زي ما هو في الصدارة دلوقتي بقى 17 هدف للنرويجي ايرلينج هالاند. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص عن كل حاجة حصلت مميزة، كباري اهداف عالمية، كل حاجة اسيست ايدرسون، اتكلمنا عن كل حاجة حصلت في ماتش مانشستر سيتي وبرايتون اللي خلص 3-1 لفريق السيتي، واتكلمنا عن ترتيب السيتي في الدوري وترتيب ايرلينج هالاند في ترتيب الهدافين. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.